السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. انفجار سيارة الآن في البصرة، وأنباء عن وقوع ضحايا وشهداء. هنعرف مع بعض تفاصيل الخبر، بس فضلا لو أنت لسه جديد ياريت تشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أنباء عن وقوع حادث تفجير دراجة في تقاطع الصمود في محافظة البصرة وادي الحادث. وحسب الإحصائيات الأولية لمديرية صحة البصرة أن استشهد 4 مواطنين وجرحى 4 آخرين من جراء الاحتراق للعجلتين بالقرب من الدراجة النارية. ولازال خبراء الأدلة الجنائية والفريق الفني المخصص يتوجهون في المكان لتحديد ما هي سبب الانفجار. يا رب يسلم على كل إخواتنا وكل أهالينا في البصرة، ربنا يرحم الشهداء وربنا يشفي كل المصابين. ده كان الخبر بتاعي، لو وصلتوا معايا لحد هنا فضلا منكم يا ريت تدعوا للناس اللي توفت بالرحمة، وتدعوا للناس المصابة بالشفاء. ولو انت لسه جديد يا ريت تشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اترككم في رعاية الله وامان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة الا بالله.